بين الوسمية ما بين الشاهينية، وطماعة تطمع بالفوز تطمع بالناموس. يا سلام يا سلام يا طماعة طماعة طماعة. على مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن علي بن راشد الغيلاني الوسمية في المركز الثاني للسيد محمد بن محمد بن غنام الهاملي. اللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة، الوسمية الوسمية تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن غنام الهاملي. تصل وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط وتخطف سيارة هذا الشوط اللي في المركز. مع موقف فهد بن فهد بن طحنون الهاجري مع ماركة جلمود التي سجلت من الانجازات الكثير والكثير. ثلاثية المقدمة ثلاثية المقدمة. أي الله 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 الله. هناك صالح بن شيبة المزروعي، وهنا ايضا من ياتي مع شاهين شاهين صالح بن حمد القمرة المري، وهنا ايضا موقف موقف موقف. يلا يلا خلك في مثل هذا الموقف. يلا يا راعي جلمود، يلا يا بن طحنون روح مع صدارة مع المركز الاول. اذا ثنائية المقدمة ليعلن هنا بن طحنون مع موقف فهد بن فهد بن طحنون على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين صالح بن حمد القمرة المري. العنود وعاندة الجميع انطلقت الى الناموس. اهالي رماح حاضرين بكل قوة حاضرين بكل اجتهاد الاقرب للفوز. العنود معاندة بدون اي منافس على الاطلاق المباشر. وتهانينا من لحظات مشاهدينا الكرام من 200 متر اخيرة الى مالك العنود هزاع بن ناصر بن سرود الخيلي. واسعد الله صباحك يا ابو ناصر على هذا الفوز والانتصار والابداع والتحدي والاثارة. تهانينا والناموس الهزاع بن ناصر بن سرود الخيلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مشاهدين الكرام اللي هي ضرغامة علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث من وصلة الاول، ولكن للسيد محمد بن سعيد اللي عافي. ولكن نعود مع المقدمة مناور للسيد احمد بن راشد بن حميد التبي مع المركز الاول. وهناك شهير لناصر بن حمد بن محمد المنصوري من غير على المركز الاول في هذه الاندفاع. ناصر محمد ناصر بن حمد بن محمد بالسم المنصوري يسيطر على المركز الاول على هذه الانطلاقة وهذه الاندفاع. الله الله الله. شاهين شاهين شاهين. وهناك من يسن مناور 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 من غير للسيد احمد بن راشد بن حميد الاكستبي. تهانينا والف مبروك لفوز مناور. هنا تغيير يا سلام، غيرت لخلف بن راشد النايلي الشامسي، غير وانتزع المركز الاول مع سبل. ولكن وصلت شراعو وصلت شراعو مشاهدينا الكرام شراعو لناصر بن علي بن عبيد المرزيق المري يصل مع شراعو في المركز الثاني. بينما سبل هنا الغايه والسبيل الى ناموس هذا الشوط خلف بن راشد النايلي لا يزال في المركز الاول. تحاول شراعو ولكن سبل مشاهدينا الاعزاء تنهي هذا الشوط لصالح ثانينا والناموس. واسعد الله صباحكم يا هالي العين على هذا الفوز. هنا خلف بن راشد النايلي الشامسي المركز الثاني شرعه لناصر بن سيب العبيد المرزيق. والمركز وعد هناك انطلقت على صدارة هذا الشوط خالد بن لاحج هناك الاكتبي. ولكن هنا من الجانب الايمن يا سلام يا سلام هناك دقة سعادة قبل بن محمد بن غانم هناك السويدي. ولكن ولكن اشوف شعار بن سرود اشوف شعار بن سرود في هذه اللحظات منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي هنا. الله الله يا سلام يا سلام يا سلام. خلاص دقة هنا يا سلام تبارك الله ما ان شاء الله. سلام يا العاصمة سلام سلام يا العاصمة على هذا الأداء الجميل والمميز هنا. دقة سعادة قبل بن حمد بن غانم السويدي بينما المركز الثاني والوصول هنا. الشبل محمد بن سعيد اليربوعي المري غير على مقدمة الشوط والصراع مرير ايضا بين ولد الريع عبد الله بن مبارك الرقراقي المزروعي والثالث القادم ايضا بديع سالم بن علي. ولكن يا سلام يا سلام يروح يروح الشبل يروح
يروح الشبل يروح محمد بن سعيد الجربوعي المري يا سلام يا المري. مر مرور الكرام، مر مرور السلام، مر مرور التهاني، مر مرور الزعفران، السيارة والناموس تذهب لمحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري الثاني ولد الريح عبد الله بن مبارك الرقراقي المزروعي. المركز الثالث يأتينا سلام. حميد الدرعي ما يبنى الاطار الا في هذا الموقع، ولكن اعود مع مناوره وعادت مشاهدينا الكرام الى موقعها الصحيح، غادرت بالفوز، غادرت بالناموس، غادرت بالانتصار. محمد بن حمد بن الدحمه العامري هو المسيطر. المركز الثاني مشاهدينا الكرام هنا اللي هي في هذه اللحظات شديده سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي، ما يبنى الاطار الا في هذا الموقع، ولكن التهنئه والناموس لمحمد بن حمد بن الدحمه عامري. مشكور، مشكور بالفعل، تهانينا والناموس المركز الثاني شديد، ومشكور يا بن كلثم في الامتار الاخيره سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي مع المركز الثاني. المركز محمد بن مسلم مطاسه العامري والقادم احلى. هناك ايضا الدرعيه معجب بن محمد بن سعيد بن الاجمع الخيارين والقادمه. هنا ايضا وصول من الشاهنيه سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، ولكن هنا غشمره 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 حمد بن ضحيه بن حمد بن غدير لاكتبي قادمه غشمره غشمره. وهنا ايضا راهيه راهيه وغشمره راهيه وغشمره غشمره غشمره تتسلل الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول. سلام رقم سلام، تهانينا والناموس البلقيس. المركز الثاني ناصر بن حمد بن سهيل بن عباد الخيري المركز الثالث. المركز الثاني يحاول مخوف محمد بن مسعود او محمد بن سعود الفيده المري، لكن يا سلوم يا راعي صوغه واصل سالم بن مظفر بن خموشه العامري وصل مع وجود شاهين. شاهين يحتل المركز الثاني، يحتل المركز الثاني، لا يزال عالي، ولكن شاهين مندفع اندفاعة الفوز، اندفاعة الانتصار. شاهين سالم بن مظفر بن خموشة العامري، تهانينا لراعي صوغه على هذا الفوز وهذا الانتصار. سلام عيناوي، سلام سلام لهالي الجيمي وهالي المسعودي، اسعد الله صباحكم. المركز الثاني يصل فيه مخوف محمد بن سعود الفهيدة المري. شبه ولكن التسللات من الشرود، الشرود الشرود، ولكن شوفوا من القادم هبايب، هناك هبايب بخيط من محمد بن حمد، هناك من هيدا المري. يا سلام يا سلام يا سلام، والسلامات تعبر الحدود، السلامات تعبر الحدود. هنا مع هذا الشعار هبايب هبايب هبايب، هناك اعزائي المشاهدين مع الصداره، هنا هبت هبايب مع الناموس مع المقدمه مع الصداره مع المركز الاول. سلام سلام بخيط من محمد بن حمد بن الهيده المري. لحظات الوصول العبور المركز الثاني كان من نصيب الشرود بن سعيد بن صالح. العامري يقدم لنا شرط بالمركز الرابع، ولكن الإثارة الإثارة مع المقدمة، الإثارة مع لحظة لحظة يا لحظة لحظة يا لحظة لحظة والفايزة لحظة والفايزة والعين لحظة والفايزة والعين، ولكن بالدحبة بالدحبة هو الأسرع هو الأقوى هو الأشطر هو راعي الناموس. يا سلام يا لحظة، راحت على الشوط راحت راحت بهذا الوزن، جن جنونها في اللحظات الاخيره تتقدم مسرعه ومبدعه الى ناموس هذا الشوط. نهني سالم بن الدحبه بن صقوح العامري، نهني على فوز لحظه بالمركز الاول، تهانينا والناموس المركز الثاني. الى شاهين، شاهين على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. علي بن حاضر بن فارس المزروعي، وهنا هباش هباش احمد بن سعيد بن سالم لينيبي على المركز الثاني، ولكن شاهين شاهين الاقرب للفوز الاقرب للناموس. تهانينا لعلي بن حاضر بن فارس المزروعي، سلام لسويحان سلام على هذا الاداء الجميل. تهانينا لعلي بن حاضر بن فارس المزروعي على فوز شاهين بالمركز الاول ولحظة وصوله الى خط النهاية. المركز الثاني هباش احمد بن سعيد بن سالم لينيبي، وفي المركز الثالث وصل هنا شاهين.
نايل الشامسي سلطة يا سلام سلطة يا سلطة. ومن الجانب الاخر هنا القدوم يا سلام والوصول في هذه اللحظات محر بشاير بشاير تعود الملكية لحرم بن مبارك بالقريع الاكتبي. ولكن هنا نعود مع البداية نعود مع الانطلاق مع المسار الاول سلطة الاقرب سلطة مشاهدين الكلام سلطة بشاير بشاير وسلطة بشاير بشاير وسلطة سلطة الاغرب بشاير تحاول بشاير 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 وسلطة سلطة بشاير 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 ومشكور مشكور يا حران يا ابن مبارك يا ابن الجزاعي عليك تبي على هذا الفوز. الاسد سعيد بن حمد بن خويكم العامري وهنا رعد سيف بن دقاش بن محمد العامري خامسا الخماسية الخماسية. ولكن هنا 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 التحدي غالي غالي على صدارة غالي على المقدمة غالي على المركز الاول على هذا الاداء الجميل. والنقطة الثانية واللحظات الاخيرة اللحظات الاخيرة ورماح ارماح ارماح سلام 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 هزاع بن ناصر بن سروج لخيالي على هذا الفوز الجميل ولحظة الوصول الى خط النهاية المركز الثاني هداد صباح بن قراط بن سعيد لعفار المركز الثاني في الأسر. كلمة تحرك ولكن المتدخلة في هذه اللحظات من الجانب الاخر التي قدمت بكل قوة في الامتار المجرونة في الامتار الاخيرة مياس ابراهيم بن علي بن شطيط الوهيب التي احتلت المقدمة. ولكن المنافسة حاضرة من الجانب الاخر التي غيرت في هذه اللحظة هنا بتصوغان احمد بن خلف بن براك المزروع يا سلام اللحظات الاخيرة اللحظات الحرجة يا سلام يا سلام يا سلام بتصوغان بتصوغان. ولكن اللي غيرت في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء بالشاهين محمد بن حمد بن محمد الهنيبي تهانينا والناموس على هذا الفوز المركز الثاني من التدفي مشاهدينا الاعزاء. سالم بن راشد بن حبالة الاكتبي يا سلام يا سلام. ولكن هناك محمد بن بخيت محمد بن بخيت الزعيري وبالقرين هناك على المركز الثاني المركز الاول يا سلام. مع هذا الانطلاق هناك هداد محمد بن بخيت الزعيري على المركز الاول سلامي عليك يا ايضا يا محمد يا بن بخيت. هناك المحاولة ايضا والقدوم من شاهين مبارك بن حمد بن قرين يا سلام. والامتار الاخيرة الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة شاهين شاهين هداد شاهين شاهين بن قرين تهانينا والناموس لبن قرين على هذا الفوز مبارك بن حمد بن قرين العامري المركز الثاني لمحمد بن بخيت. ولكن الامور لم تتضح الى هذه الحين. انطلقت شانية تواصلت مع الصدارة انطلقت كالشواهين السلالة الشانية تثبت الوجود. يا سلام سلام وتحية واحترام لحمد بن سعيد بن سالمين المنصور لتقديمه لمثل الشانية ولأيضا حضور شعاره بهذا الشوط وبهذا المهرجان. سلام المنصور سلام سلام وتحية واحترام لأبناء الوثبة ولعاصمة الميادين على حصول الشانية على المركز الأول وحد قدومها إلى خط النهاية ثاني المراكز. كان الوصول من قبل الشانية سلطان بن سعيد بن صبع النهاية المركز الثالث كان الوصول. الجديلي ولكن من وصل مستحيل مع المستحيل حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري يتقدم من العمق ينطلق المنصة بانت ولا دايزان ما شاء الله والرقص التلقائي وصدرت الأوامر والسيارة. وهناك اللي قادم الله يا بن سالمين يتسلل بن سالمين يتسلل مستحيل رأي الشاهنية حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري تحية لبن سالمين بالمركز المركز الاول بهذا الشوط واستاهل السيارة. المركز الثاني فاجانا هناك مصيحان للسيد بن بخيت بن ناصر النوبي العامر فاجانا مفاجأة. العطاء
مقدما عطوة ومنطلقا مع هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا بن قرين، قدم شاهين يأتي مع عطوة ولكن ملامح القادمة هناك أيضا ببطحان يقدم انطلاقة ملامح، ولكن تهانينا تهانينا والناموس لمالك عطوة على هذا الفوز. هناك حمد بن محمد بن قرين العامري، تهانينا يا بن قرين، تحية واحترام لهذا الشعار، والسلام يا الساد، سلام سلام يا مدينة العين على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول مع عطوة مشاهدينا الأعزاء متابعي القناة المركز الثاني، كانت ملامح هناك لسيد محمد بن فتحان بن قرين المنصوري المركز الثالث.